السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سنتعلم أغنية جميل جمال للأستاذ فريد الأطرش. طبعا الأغنية على مقام النوى أثر. المقام النوى أثر بصراحة هو من المقامات الجميلة، ويعني تحليليا يعتبر مقام النوى أثر من المقامات الأساسية. يعني قبل ذكرنا أن المقامات الأساسية 8، ولكن أنا كقناعة شخصية أقتنع أن المقامات الأساسية 9، وذلك لجانب من التحليل وكذا. لكن في العادة إحنا نقول 8، لأنه أساسا يعني هذا المقام غير متناول كثير في موسيقتنا الشرقية للأسف الشديد، يعني لا يوجد عليه كثير من الألحان. ويعني كما تلاحظوا لحن أغنية جميل جمال تناول الأستاذ المرحوم فريد الأطرش بشكل جميل مع هذا المقام. مقام النوى أثر يكون دو ري مي بيمول فا ديز سول لا بيمول سي بيمول دو. إذن هذه علامات مقام النوى أثر: دو ري مي بيمول فا ديز سول لا بيمول سي، طبيعية بيكار هنا إصبع الرابع، ودو. جميل. الآن سنبدأ بالأغنية، دعوني أعزفها لكم في البداية. كما سنأخذها طبعا سنأخذها بالشكل التالي. ثم سنأخذ هذا يعني كامل ما سنأخذه في هذا الدرس إن شاء الله. نبدأ في البداية نقول دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو دو سي دو. دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع، مي بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثالث، ثم مي مرة أخرى، ثم مي مرة أخرى، ثم ري وتر ثالث مطلق، ثم دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع. دو لاحظ معي دو مي 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 ري دو، ثم دو سي دو دو سي دو. دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع، وسي بالإصبع الثاني على الوتر الرابع، سي بكار ودو. دو مي 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 ري دو دو سي دو. إذن دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو دو سي دو. ثم سول لا لا سول فا، لاحظ معي سول لا لا سول فا، سول وتر ثاني مطلق، لا بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني، ثم لا بيمول أيضا، ثم سول وتر ثاني مطلق، ثم فا دييز بالإصبع الرابع على الوتر الثاني. سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا. نعيد المقطعين دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو. لاحظ مي ري دو سريعة، دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو دو سي دو. سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا. ثم فا سول لا سي سي
الثالث، سول وتر ثاني مطلق، لا بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني، سي طبيعية بالإصبع الرابع على الوتر الثاني مرتين، سي سي هذه الجملة الأولى. فا سول لا سي سي، ثم سول لا سي دو دو، سول وتر ثاني مطلق لا بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني، سي طبيعية بالإصبع الرابع على الوتر الثاني، ثم دو دو وتر أول مطلق. سول لا سي دو دو. جميل، تعالوا نعيد من البداية. دو مي 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 ري دو دو سي دو، دو مي 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 ري دو دو سي دو، سول لا لا سول فا، سول لا لا سول فا، فا سول لا سي سي، سول لا سي دو دو. هذا ما أخذناه لحد الآن. ثم كما هو موضح لدي، ري دو سي لا سول فا مي ري، ري دو سي لا سول فا مي ري، ري جواب بالإصبع الثاني على الوتر الأول، ثم دو وتر أول مطلق، ثم سي طبيعي بالإصبع الرابع على الوتر الثاني، ولا بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني، سول وتر ثاني مطلق، فا دييز بالإصبع الرابع على الوتر الثالث، مي بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثالث، وري وتر ثالث مطلق. ري دو سي لا سول فا مي ري، مرة أخرى ري دو سي لا سول فا مي ري، ثم تعيد دو مي 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 ري دو، دو مي 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 ري دو، نعيد كامل الأجزاء التي أخذناها. دو مي 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 ري دو دو سي دو، نعيد دو مي 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 ري دو دو سي دو، سول لا لا سول فا، سول لا لا سول فا، فا سول لا سي سي، سول لا سي دو دو، ري دو سي لا سول فا مي ري دو مي 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 ري دو. الآن تأتي فاصل لحني ولازمة بياتي سول تكون بالشكل التالي. سول طبعا بياتي السول يكون سول ولا نصف بيمول، النصف بيمول يكون معرفتها عن طريق أنها تكون مقابل الإبهام. عزيز الطالب، تضع إصبعك السبابة مقابل الإبهام وتنزل بالسبابة حتى تأخذ المكان الصحيح للا نصف بيمول. إذن سول ولا نصف بيمول، وسي تكون بيمول، ودو وري ومي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الأول. إذا سول وتر أول وتر ثاني مطلق، ولا نصف بيمول بالإصبع الأول، والسي بيمول بالإصبع الثالث، والدو وتر أول مطلق، والري وتر أول بالإصبع الثاني، والمي بيمول في الجواب تكون بالإصبع الثالث على الوتر الأول. هذا ما سنحتاجه لعزف هذه اللازمة. اللازمة تقول سول لا سول لا سي دو سي دو سي لا، لاحظ سول لا سول لا سي دو سي دو لا سول، سول لا سول لا سي دو سي دو لا سول، سول لا سول لا سي دو سي دو لا سول، سول وتر ثاني مطلق لا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني، ثم سول مرة أخرى، ثم لا نصف بيمول مرة أخرى، ثم سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني، ثم دو وتر أول مطلق، وسي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني، ثم دو مرة أخرى، ولا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني، ثم سول وتر ثاني مطلق. سول سول لا سي دو سي دو لا سول، ثم ري مي ري دو سي دو سي دو لا سول، ري مي ري دو سي دو سي دو لا سول، ري مي ري دو سي دو سي دو لا سول. ري جواب بالإصبع الثاني على الوتر الأول، مي بيمول جواب بالإصبع الثالث على الوتر الأول، ري جواب بالإصبع الثاني على الوتر الأول، دو وتر أول مطلق، ثم سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني. ري مي ري دو سي، ري مي ري دو سي، ثم دو سي دو لا سول، أخذناها من قبل في الجزء الأول. إذن الجملة كاملة اللحن لازم تقول سول سول لا سي دو سي دو لا سول، ري مي ري دو سي دو سي دو لا سول. نعيد سول سول لا سي دو سي دو لا سول، ري مي ري دو سي دو سي دو لا سول. سول سول أخذناه من البداية حتى ننتقل للجزء النهائي. من البداية
دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو دو سي دو سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا فا سول لا سي سي سول لا سي دو دو ري دو سي لا سول فا مي ري دو مي 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 ري دو ثم البيات يبدا سول لا سول لا سي دو سي دو لا سول ري مي تعاد سول لا سول لا سي دو سي دو لا سول ري مي ري دو سي دو سي دو لا سول. الآن ننتقل للجزء الآخر وهو يكون فا سول لا سي لا سول فا سول فا سول لا سي لا سول واحد فا سول لا سي لا سول فا سول فا سول لا سي لا سول. هذه أيضا على البيات لازلنا في مقام البيات فا سول لا سي لا سول فا سول فا سول لا سي لا سول أبطأ من ذلك فا سول لا سي لا سول فا سول فا سول لا سي لا سول فا وتر ثالث بالإصبع الثالث على الوتر الثالث سول وتر ثاني مطلق لا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني ثم سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني لا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني سول وتر ثاني مطلق ثم فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث ثم سول وتر ثاني مطلق ثم فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث ثم سول وتر ثاني مطلق ثم لا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني ثم سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني ثم لا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني ثم سول وتر ثاني مطلق. هذه كامل الجملة فا سول لا سي لا سول فا سول فا سول لا سي لا سول. الآن يجرى تغيير لا سول فا مي ري دو. هنا لا تصبح بيمول والمي تصبح بيمول. لا سول فا مي ري دو بيمول أي عند بداية الزن بعد الأنف أو المخدة أو المسندة هذا بعدها وخليه لا سول فا مي ري دو. إذن لا سول فا مي ري دو لا سول فا مي ري دو لا بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني سول وتر ثاني مطلق فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث مي بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثالث ري وتر ثالث مطلق ثم دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع لا سول فا مي ري دو ثم مي ري دو سي لا سول مي ري دو سي لا سول مي بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثالث ري وتر ثالث مطلق ثم دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع ثم سي بيمول بالإصبع الأول على الوتر الرابع ثم لا بيمول بالإصبع الأول على الوتر الخامس ثم سول وتر خامس مطلق مي ري دو سي لا سول. إذن لا سول فا مي ري دو مي ري دو سي لا سول ثم سول دو سي دو سي لا سول فا سول 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 دو سي دو سي لا سول فا سول 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 وتر ثاني مطلق دو وتر أول مطلق ثم سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني ثم دو مرة أخرى ثم سي بيمول مرة أخرى ثم لا نصف بيمول. هنا عدنا للبياتي لا نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثاني ثم سول وتر ثاني مطلق ثم فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث ثم سول سول وتر ثاني مطلق سول دو سي دو سي لا سول فا سول 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 دو سي دو سي لا سول فا سول سول. ثم نعيد الجملة التي كنا نقول فيها سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا فا سول لا سي سي سول لا سي دو دو ري دو سي لا سول فا مي ري دو مي 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 ري دو. نقول من البداية الآن مع المغنى دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو دو سي دو. جميل جمال ملوش مثال ثم جميل جمال ملوش مثال سول لا لا سول فا سول لا لا سول فا فا سول لا سي سي سول لا سي دو دو ولا في الخيال سدى الليل زي الغزال. جميل جمال ري دو سي لا سول فا مي ري دو مي 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 ري دو
ثم اللازمة صولا صولا تصبح تذكر لا صول فا مي ري دو مي ري دو سي لا صول ثم يعيد لقيت خلي القلب بنشوة نفس الجملة وانسى ساي وانسى ساي تسألني ليه ما عرفش صول دو سي دو سي لا صول فا صول صول سأعيدها مرة كاملة باللحن ومرة كاملة بالمغنى. دو مي 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 ري دو دو سي دو دو مي 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 ري دو دو سي دو صول لا لا صول فا صول لا لا صول فا فا صول لا سي سي صول لا سي دو دو ري دو سي لا صول فا مي ري دو مي 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 ري دو صول لا صول لا سي دو سي دو لا صول ري مي درس قادم أعزائي.